شنو واقع اليوم؟ اليوم احنا بصدد افتتاح مشروع العمل الاجتماعي لا برانسيسا دو لا مونتانيا اللي هو تحت اشراف مشروع فريق مشروع احنا معاك ضمن برنامج تقويه المرونه اللي هو يعني ائتلاف ثلاث هيئات اللي كتشرف عليه يعني المجلس الثقافي البريطاني بتمويل من السفاره البريطانيه واللي كيندارج ضمن هذا الاطار ديال تقويه المرونه الشباب والشابات بالمنطقه ديال فنادق وأمرتيل. فاليوم احنا جد سعداء باطلاق هذا اول مشروع اجتماعي بهذه المدينه مدينه بليونش واللي حنايا يعني بالموازاه مع الاحتفال باليوم العالمي للمراه في 8 مارس واللي حنا جد سعداء اننا متواجدين اليوم بهذه المنطقه يعني ماشي فقط يعني احتفال فقط وانما كذلك اصدار هذا المشروع اللي مازال غادي نواكبه ان شاء الله فقط يعني الجزء الاول من المشروع كانت هناك تدريبات فالجزء الثاني ان شاء الله غادي يقوموا هاد الشابات والشباب اللي كونوا في خلال 4 أيام على إنشاء تعاون إن شاء الله اللي غادي يعني غادي تساهم في الدخل القار بالنسبة لهذه النساء هنايا في القرية واللي كتمشي مع التنمية المستدامة وكذلك هذا هو الأثر اللي كنطمحوا له إن شاء الله من هذا البرنامج بفضل يعني فريق المشروع ديال لا برانسيسا دو لا مونتانيا. شنو هما أهداف الورشة؟ أهداف الورشة هما كذلك هما كانت ورشات صراحة يعني كانت 4 ورشات يعني من أجل تقوية القدرات ديال النساء القرويات لا سيما في قرية بليونش يعني هناك يعني على المستوى المقاولة الاجتماعية على القيادة الجماعية كيفية إنشاء تعاونية هذه كانت في المرحلة الأولى ديال التدريبات المرحلة إن شاء الله المقبلة غادي تكون أن هاد 20 النساء غادي يتوحدوا وغادي يشتغلوا يعني بشكل جماعي على إنشاء تعاونية اللي بها غادي يتم المنتوج يعني المنتوج المحلي ديال هذه المنطقه باش انهم يقدروا به يحققوا ديك الاستقلاليه الماديه ولا سيما في انتاج المنتوج المحلي بالمنطقه وبالتالي غادي يصدروا يعني بانه يديروا الاعلان والتسويق وبالتالي كيجيب لهم واحد الدخل القار. تبارك الله. شكرا. بون السلام عليكم معكم عمر حجاج المسؤول على مشروع لا برانسيسا دو لا مونتانيا. هذا المشروع هذا اللي يستهدف المرأة القروية بالخصوص باعتبار أن المرأة هي القوة اللي مبني عليها العماد أي منطقة ولا أي مجتمع بصفة عامة ومن قديم الزمن كان عندها واحد الدور مهم في التنمية ديال الحضارات من جميع النواحي وهذا المشروع هذا اللي كان الهدف منه على أننا نغرسوا واحد الفكر المقاولة بالنسبة للمرأة ونعلمهم واحد مجموعة مهارات جديده اللي غادي تنميهم اقتصاديا واللي غتعاون حتى المنطقه ديالهم منطقه بليونش على انها ما تبقاش منطقه معتمده على الاقتصاد القديم وتخلق واحد النوعيه الاقتصاد الجديد جاء هذا المشروع هذا موازين واحد اليوم اللي هو مميز واللي هو كيكلم المراه اللي هو 8 مارس فاليوم كان حفل انطلاق هذا المشروع هذا وفي نفس الوقت تكريم من هذه المرأة هذه اللي صراحة ربي هي الأساس كل شيء. كان تم التكريم بواحد المرأة اللي هي كانت قابلة بالمنطقة والنص ديال الأبناء ديال المنطقة تزادوا على اليد ديالها وفي نفس الوقت تكريم بواحد الأستاذة اللي فنانة في عالم ديال الحياكة واللي علمت المستفيدات ديالنا وكبتهم في الدورة هذه كاملة. انا شوف جبرت الوالدين ديالي خدامين في داك الشيء تبعتهم هذا بالجبل هذيك النتيجه كتعجبني شحال تقريبا دابا من سنه وانتينا كتمارس هذا الهوايه ديال الحياكه ولا هذه المهنه ديال الحياكه شي 60 سنه 60 سنه تقريبا 60 تقريبا واش مثلا هذه الحياكه واش كتربح منها شي حاجه بعدا ولا غير تماره ما تنقدرش لينا وشربنا منها الصراحه ديك الساعه كان رخا ودابا طلع الغلاء تبارك الله دابا طلع الغلاء ما هي زعما كانت الحاجه موافقه واش عمرك جربتي قبل من هذه التجربه هذه اللي خدمتي معنا تاثرنا الورشه وتعلمنا حنايا واش سبق لك علمتي شي بنات في شي مركز ولا في شي موضع كانوا كيتعلموا من يدك شي وحدين علمتهم في بلادي بالحق كاين تعلموا كلها اكلوا وشربوا مورا يدهم
شحال تقريبا من وحده استفدت من هذا التكوين ديالك؟ لا انا ماشي بزاف، غير 4 4 صافي مشاو بحالهم وتعلموا حتى هما مزيان دابا حتى هما تعلموا جوجو كلاه وبداو يخدموا صافي الخدمه ديالهم بقات هادشي ديال الحياك حنايا الجامعه ديالنا كلها خدامنا كلشي خدام بالحق دابا صافي نتاها وديك الناس نقطه وشكرا صافي شكرا بزاف اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة